الظاهر ان هي رح يكون كثير مثيره ورح تكون فيها كثير من التشويق، لانه حسب معرفه اخر شيء المعركه احتدمت. يا ويلك يا فرانسوا، انت وعبده ها هتشوف. قلت لكم من البدايه انا مش همي اربح الرالي، انا همي انبسط وشوف واكتشف، ولكن اذا بربح الرالي مش رح اكون ابدا زعلان. والظاهر انه التنافس عم بيكون باقصى درجاته بيني انا وبين سلطان وبين عبدو. نحن كمان جاهزين عند الوصول للعقبة، رح نعرف مين رح يكون الفايز. أوه. لا 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 بوليس، يا الله يا الله. شو كنا ماشيين سرعة له. يعطيك العافية حبيبي، شو أخبارك؟ كله تمام؟ خير طمني. الله يسلمك. لا ايه بس في شيء مشكل يعني؟ في عندك تجاوز سرعة من 110 ل 130. اوف تجاوز السرعة اكيد من من عم اذا سمحت رخصك. بس ما انا عم عندنا رالي اكتشف الاردن، نحن هون عم بزيارة يعني، بتعرف كيف؟ سهلة فيك. ما فينا هيك مقطعة انه حبيبي انت، بعرف انا حالي غلطان بس موجودين هون لسلامتك. يعطيك الف عافية. بس هلا انه نعتبر خسرنا الرالي ساعتها يعني بده يمكن ساعتها سيد عبد صف لي على اليمين بده سلطان هلا ساعتها او فرنسا معقول يربح يعني. تفضل صف على اليمين عبين من خلال لك مثال. واهلا وسهلا. هلا اكيد للسلام العام لا ما هو حق يعني، ما بدنا نعمل شيء غلط بس شو محظوظ يا فرانسوا ويا سلطان، شو محظوظين. خير ان شاء الله. هلا حياك، كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. يعطيك العافيه. كيف حالك؟ في مجال رخصك؟ ابشر. خير ايش في؟ في عندك مخالفه من 110 ل 140 خارج السرعة القانونية، صف على اليمين. يا الله، طب احنا عندنا رالي عندنا سباق. اهلا وسهلا فيك سيد سلطان، صف على اليمين عبين محرك مخالفة. الله يعطيك العافية. طيب يا اخي مش معقولة كده، هيعطلوني العيال هيطلعوا يعني كده. معنى كده انه عبده خلاص عدى ووصل، يمكن فرانسوا خلينا نشوف ايش هيسوي مع الكارثه اللي احنا فيها هذه. لا 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 كده كل الامال اللي انا كنت حاططها شكلها خربت. غابت الشمس وبلشت نهايه النهار تقرب، نهايه رالي اكتشف الاردن ايضا. معقوله بالله عليك كده مخالفات وقفونا يعني؟ شوف بالله يعني حقيقة شعور كان حلو كتير، مشاركة مميزة جدا. أنا شخصيا تمتعت بكل لحظة شاركت فيها برالي الأردن، ولكن ما كانت أبدا همني النتيجة، كان همي أنه اكتشف الأردن. يه 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 ها هذا سيارة فرانسوا. هاي سيارة فرنسا. طيب ليش ما توقفوه؟ طيب هيدا هلا ما صار هلا احول ها ما في وقف هلا. هو هاي سيارة ماشية السرعة القانونية، هو ماشي سرعة قانونية. هذا قانونية هذا بالله عليك قانونية وعلى مهله. طيب قولوا حق هلا يوقف هون يعني هلا بقلب الهايوي يعني.